متابعينا مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم معنا في انتظار انطلاقة المباراة الكبيرة هذا اليوم والتحدي الكبير بالتأكيد في هذه الأجواء الرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. تحياتي محدثكم فهد العتيبي، عزف النشيد لدوري أبطال أوروبا، هذا النشيد الذي يأمل كل فريق أن يسمعه في كل موسم أمام جماهيره.